سلام خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي دايرين مع الصحه؟ كي دايرين مع شي صهد؟ خبرت عليكم هاد الايامات على الكوزينه، شحال هادي ما دخلنا للكوزينه وجدنا مع بعضياتنا شي شهيوه ولا شي حاجه جديده. المهم انا دابا ان شاء الله جيت من بعد ما درت معاكم دوك الجولات ديال فاس وإفران، داكشي جيت دخلت معاكم على سيدي الكوزينه. نوجد ما نساوش الكوزينه ضروري من نوجد شي حاجه. جيت وجدت معكم واحد الخبيزات ديال المخابز، زعما ديال المخابز الكبار، وهذوك الخبز اللي زوين ورقي كما كتشوفوا هنا، كيجي تبارك الله غزال ومكونات بساط كيكونوا في كل بيت، يعني في الدار ديالكم تتعجنوا به الخبز العادي. يمكن لكم دابا تنوعوا الخبز ديالكم ويجيكم بحال كتمشيو تقداو من المخبزه وكيعجبكم وكيجيكم زوين. شاركت معكم وشي مكونات بساط وساهلين وموجودين في كل دار كيف ما كتلاحظوا هنا. هذا هو الخبز، هذه ديال الزريعه، كيجي على هذا الشكل هذا ديال المخابز، تيجي تبارك الله غزال وزوين ما شاء الله عليه. وشوفوا الزريعه كي كتبقى لاصقه في بلاصتها، ما كطيح ما والو، يعني غنمشيو حتى الاسرار ديال الطهي ديالو وكل شيء ديالو ان شاء الله. غتبعوه معايا كل شيء دقه دقه دقه، وغادي يصدق لكم غزال بحال ما كتشوفوا هنا. هنا درتو بالزريعات كاملين، هذوك الزريعات اللي كنت ديجا شاركتهم معكم، خديتهم من المرجان، الزريعه الكتيره على البيضه والزريعه الكحله. كيجي تبارك الله غزال ومذهب. هاد السر ديال التذهيبه ديالو هو هذاك العسل اللي درتو ليه في العجين، كيجي مذهب وزوين كما كتشوفوا على هذا الشكل هذا. وكما كتشوفوا هنا ديال المخابز، يعني كتمشي تخدمي من المخبزه كيجي كتحسبوا عليك انت كتوجدي في دارك زوين تبارك الله ما شاء الله. هنا درتو بالنخاله الرقيقه اللي ما تيبغيش هذوك الزريعه، هنا درتو بالنخاله الرقيقه حتى هو كيجي مفشفش وغزال. شو كي كيجي تيجي مفشفش. وهنا درتو غير بالفورس، دقيق الفورس عادي اللي ما تيبغيش لا النخاله لا الزريعه لا الزرارع، كيمكن لكم ديروه بالفورس. شو كي كيجي على هذا الشكل هذا تبارك الله، كيجي غزال حتى هو وكيجي مفشفشين ومنفوخين، يعني غزال تبارك الله ما شاء الله. كي دايرين نتوما بعدا بالصحة، أموركم كلشي على خير، نتمنى تكونوا في أحسن الأحوال إن شاء الله يا ربي. شتو الداخل ديالو، أنا حليت ليكم الداخل ديالو. شتو كيجي مفشفش، كيجي تبارك الله زوين ومفشفش، كيجي غزال بالداخل ديالو. وإن شاء الله تبعو الطريقة ديالو والمقادير ديالو وكلشي ديالو، يعني من الاول ديالو حتى الاخر، وغيصدق ليكم كيف ما صدق معايا انا. صدق معايا تبارك الله غزال وهشيش. وما تنساوش دعموني بلي لايك، واللي جديد في القناه ديالي دير اموني فعل جرس باش يوصلوا جميع الجديد ديالي، وبقاو اوفياء معايا كيف ما كنقولها لكم ديما وديما، وشجعوني باش نزيد في هذه القناه ان شاء الله القدام. وشكرا لكم بزاف، وسمحوا لي الا غبرت عليكم على الكوزينه، ولكن كيعجبكم بحال هذا الشيء هذا كتبوا لي في الكومونتير وشجعوني باش نزيد نعطيكم اكثر، واللي كيعجبكم واللي نسيت ما قلتهاش لكم وهذه كتبوها لي في الكومونتير ونجاوبكم على اي حاجه بغيتوا ان شاء الله. ها انتما معايا تشوفوا المقادير وطريقه التحضير. بسم الله على بركة الله. هنا عندي مقادير ديال الخبز ديالي، كنحتاج ليه جوج سلايف ديال الفورس الكامل، ديال الدقيق الكامل، عذرا الدقيق الكامل حيدا منه مغربل منه ديك النخالة ديالو كيكون على هاد الشكل هذا ماشي الفينو، هذا الدقيق الكامل. وعندي زلافة ديال الفورس سبيسيال، الفورس الممتاز مغربلة حتى هي. الا بغيتو تضاعفو الكمية راه كضاعفو الكمية، بغيتو تعادلو الكمية راه كتعادلو، كديرو جوج سلايف ديال الدقيق الكامل جوج سلايف ديال الفورص. انا اكتفيت بهذا المقدار هذا، وانتوما على حسب الرقم. هنا عندي زلافة، تانا زلافة عذرا، عندي معلقة ديال الخميرة، بغيتو نتوما عندكم الحبوب بحال هاديك ديرو معلقة، و بغيتو لخرى العجينة راه كديروها على حسب المتوفر عندكم. وعندي هنا نص كاس ديال زيت الزيتون، زيت الزيتون كتشوفوا هنا، علاش انا درت زيت الزيتون؟ لحسب باش كيجيني الخبز هشيش ورطب، كيصبر لي مده طويله، يعني كتجي فيه واحد الهشاشه زوينه. نتوما على حسب الرغبه، بغيتو تضيفوه راه كتضيفوه، مبغيتوش على حسب الرغبه ديالكم. وعندي معلقه ديال العسل، انا درت هنا معلقه العسل، ما كنشوفوا عندكم العسل،
كديروا سنيده، معلقه سنيده باش كتجي فيها واحد اللمعه، واحد كيجي الخبز مذهب كيجي زوين. هنا عندي نص معلقه كبيره ديال الملحه، والملح اختياري على حسب الرغبه كذلك. وعندي الماء دافي للعجن. ها انتم معايا، اول حاجه بسم الله كناخذ جوج ليف ديال الدقيق الكامل، وكنضيفو ليهم زلافه ديال الفورص، وكنديرو واحد الحفره هنايا كما كتلاحظوا، كنديرو واحد الحفره هنايا على هذا الشكل هذا، كنضيفو ليها الخميره ديالنا. بغيتو تعجنوا بالعجانه، بغيتو تعجنوا بيديكم على حسب الرغبه ديالكم وباش كتعجنوا نتوما. غنخلي ضفت ليها هنايا الماء، وغنخليها حتى تنسجم لينا واحد 10 دقائق ولا 5 دقائق على حسب باش تطلع لينا هذوك الفقاعات ديالها. عاد غنبدا نحط المكونات الاخرين ونعجنها بالعجانه. ها انتما معايا كيف ما كتلاحظوا، من بعد ما ولات لي الخميره ديالي على هذا الشكل هذا فقاعات، كنضيف العسل، كنضيف هاد المعلقه ديال العسل. هاد العسل هذا كيجي فيه واحد البنه، الا كانت توفر عندكم كتجي فيه واحد البنه وواحد في الاخير. من غدا من غيطيب ليا غنوريكم هذيك اللمعه اللي كتكون في الخبز كيولي مذهب كيجي زوين، وحتى واحد البنه كتكون في الخبز كتكون زوينه بزاف. الا كانت توفر عندكم العسل كديروه، مكاينش كديروا معلقه ديال السنيده، وكذلك مع نص كاس ديال زيت الزيتون. الا كان كنتو كتبغيو، ما كنتوش كديروا معلقه ديال الزبده، كتجي فيها واحد الطراوه وكيبقى عندكم وقت طويل، وكيبقى رطب الخبز ديالكم، كيبقى رطب بحال يلاه طيبتو وكتبقى فيه واحد الطراوه زوينه. صافي هنا غنبدا نضيف الماء، الملحه غنضيفها هي حتى تجمع ليا شويه العجينه، عاد غنضيف الملحه. صافي هنا كنضيف الماء شويه تاع الماء باش نبقى نضيف الماء تدريجيا وما نخليش العجينه ديالي تقصح. يعني انا كنعجنها وكنضيف الماء باش ما تقصحش ليا العجينه، باش تبقى مطلوقه لي من العجينه. هانتوما معايا كيف ما كتلاحظوا انا جمعت لي العجينه، غنضيف ليها معلقه نص معلقه تاع الملحه، ولا كيف ما سبقت قلت لكم على حسب الرغبه. وكنضيف لها كذلك نزيد نضيف لها قليل من الماء باش تنسجم لينا هذيك الملحه مع العجينه، وكنزيد السرعه ديال الدلك ديال هنا ديال الماكينه باش كدلك ليا مزيان. وكذلك اللي كنتو كتعجنوها في القصريه ولا القزعه اللي ديالكم اللي كتعجنوها بيديكم كدلكوها مزيان مزيان حتى كتحصلوا على واحد العجين مرخوفه، ما تكونش قاصحه وما تكونش مرخوفه بزاف، يعني كتكون مهم شاده متماسكه راسها ومرخوفه شويه. ها انتما معايا تشوفوا الاخير العجينه ديالي كيفاش خاصها تكون. غنضيف غنزيد السرعه ديال العجينه ديال العجينه. كيف ما كتلاحظوا هنا، هنا من بعد ما تعجنات ليا جات مرخوفه على هذا الشكل هذا، وما كتكونش قاصحه وما كتكونش مرخوفه بزاف، يعني ما كتلصقش لك كاع في اليد ديالك. كيف ما كتلاحظوا هنا ما كتلصقش لك في اليد ديالك، كتجي على هذا الشكل هذا مرخوفه. صافي هنا غادي نخليها حتى تطلع ليا، نغطي عليها بلاستيكه ثانيه، نغطي عليها ونغطي عليها بواحد الشيء منديل حتى تضاعف الحجم ديالها. عاد غادي نخوي من داك الهواء ديالهم ونشكلها كويرات. ها انتما معايا، ونغطيها كذلك بالمنديل ونخليها في واحد المكان دافي حتى كطلع ليا كطاعف الحجم ديالها. عاد كنخويها من هذاك الهواء ديالها ونشكلها كويرات. ها انتما معايا حتى الاخر. كيف ما كتلاحظوا هنا، من بعد ما اختارت ليا العجينه مده ربع ساعه، لكن عندكم مكان سخون دافي الا كتخليوها غير ربع ساعه كطلع لكم العجين، واذا كان تانا المكان بارد احسن واحد نص ساعه حتى تنتفخ لكم على هذا الشكل هذا. كما كتشوفوا تعرفوا راه خمرات كتنتفخ لكم على هذا الشكل هذا. صافي كتحيدوا من هذاك الهواء وكتخرجوها وكتدلكوها واحد شويه حتى كيمشي هذاك الهواء كامل
كتحسوا بيه راه مشى كامل تماما صافي. وكنشكلوهم كويرات. انا كما كتشوفوا هنا خديت الميزان حيتاش غادا نعبرهم. غندير كل كوره فيها 150 غرام. الا كان متوفر عندكم الميزان كديروا هذه العمليه. ما كانش متوفر عندكم كتشكلوا كويرات عشوائيا على حسب الرغبه ديالكم. كي بغيتوا هذوك الكويرات يكونوا كبار ولا صغار ولا متساويين على حسب الرغبه ديالكم صافي. كنخويو منهم هذاك الهواء كامل كندلكوها بحال هكا حتى كيمشي لنا هذاك الهواء اللي كيكون هنا. كنقطعهم كاملين على هذا الشكل زعما يكونوا متساويين. هنا غندير العجين ديالي ونعبرها على 150 غرام باش يجوني الكويرات متساويين كاملين كما كتشوفوا هنا. غنحتاج غير 150 غرام. شو هنا عندي 150 غرام صافي. وكنشكلهم كويرات كي سبق قلت لكم. الا بغيتوهم يجيوكم متساويين كتديروا هذا الميزان. ما كانش متوفر عندكم الميزان صافي كديروا وكتكتفيوا بيديكم تعبروهم عشوائيين وصافي صافي. كتستمروا على هذه العمليه حتى تكملوا الكويرات ديالكم كاملين على هذا الشكل هذا صافي. عاد كديرهم في البلاطه ها نتوما معايا حتى نكمل حتى الاخر. كما كتلاحظوا هنا خديت زلافه درت فيها الماء دافي وغنضيف لها كذلك قليل من الحليب. واحد شويه ديال الحليب غنضيف لها باش كتجي واحد اللون هذا اللون الذهبي في العجين ديال الخبز ديالنا. وهنايا عندي الزرارع كما كتلاحظوا. هنا عندي هنايا خليط من الزريعه اللي كنت ديجا شاركتها معكم شريتها من مرجان. فيها الزريعه مخلطه فيها الزنجلان فيها الزريعه الكحله الزريعه البيضاء وهذه زريعه الكتان يعني مخلطه بالزريعه كامله كما كتلاحظوا هنا. وهنا عندي النخاله رقيقه حتى هي اللي ما كيبغيش الزريعه ديال الكتان هذاك الزرارع اللي ما كيبغيش الزرارع كينوع كيدير هذه النخاله. وهنا عندي الدقيق الابيض الفورس موتيز حتى هو غادا نقرص به. هاد الطريقه هذه اللي درت لكم ديال الماء وهاد الطريقه هذه زوينه بزاف. هذا هو السر ديال العجين باش كيجي لنا زوين كيجينا زوين صافي. كناخذوا العجينه ديالنا وكنغطسوها على هذا الشكل هذا في الحليب والماء وكنديروا ليها هنا كنغطسوها في الزريعه ديالنا. شفتوا كيما كتجي لاصقه هذاك الزريعه وداك الشيء ما كيطيحش. هذا هو السر باش كيبقى ليكم هاد الزريعه كتبقى لاصقه ما كتحيدش مره. هو هذا السر ديالها. هذه كتجي غزاله تبارك الله كتجي زوينه ما تخافوش منها. وكنديروها في اللاطه ديالنا على هذا الشكل هذا. ممكن ناخذ واحده اخرى كذلك وعلى هذا الشكل هذا صافي. غير كديريها في الماء والحليب وكتغطسيها بالزريعه دغيا كتلصق دغيا كتشد في بلاصه ما كيتزلعش هذاك الزريعه ولا هذاك الفرص كيبقى ثابت في بلاصته. وكنستمروا على نفس العمليه كلشي مع الدقيق ديال الفرص. كنغطسوا العجين في الماء وكنغطسوا كذلك كنمدوه في الفرص على هذا الشكل هذا كنغطسو وكنحطوه في البلاطه حتى هو نحطوه في البلاطه ديالنا. وكذلك كنديرو هذه العمليه كنشدو على اطراف الاصابع وكنضحكو كما كتلاحظو وكنديروها على النخاله كذلك حتى هي كنغطسوها مزيان حتى هي كنديروها لاطا كنبسطوهم بيدينا ونخليوهم يخمروا لينا واحد مده 10 دقائق حتى كينتفخ واحد شويه. وكندخلوهم للفران درجه الحراره 250 درجه كنطيبوهم من تحت وعاد كنطلعوهم من الفوق باش يتحمروا لينا. كنخليوهم لتحت يطيبوا لينا على خاطر خاطرهم
على درجة الحرارة 250 درجة. وعاد كنوضعو من الفوق كيفما سبقت و قلت لكم، كناخدو واحد السكين كيكون حاد و كنقسموهم كنقطعو على الشكل هذا، ماشي كندخلو السكين بزاف غير من الفوق، كنديرو على شكل زائد، نتوما على الأشكال اللي بغيتو و لي كتفضلو نتوما فيهم، و لا بغيتو تكوهم حتى بالشوكة كتكوهم، يعني على حسب الرغبة ديالكم. كيما كتلاحظو هنا السكين يكون حاد، صافي. هنايا انا هادو ديال هادو ما غاديش نورك عليهم بزاف، غير واحد شويه بيد انا بغيتهم يجيوني منتفخين. هادي ديال سميتو اللي غنورك عليها، غير واحد شويه، غير واحد شويه الاطراف الاصابع ديالي، صافي. حتى هما غنتفخهم، يعني الشكل اللي بغيتو. شو هادو انا درتهم على هذا الشكل هذا طولي، يجي ديكور ديالهم زويون، ونخليهم حتى هما ينتفخوا مده 10 دقائق، نغطي عليهم عاد نطيبهم كي سبقتو بحالي انتوما معايا حتى الاخر. كما كتلاحظوا هنا من بعد ما دخلتهم الفران وطابوا ليا من التحت ومن الفوق، كيجيو على هذا الشكل هذا، كيجيو تبارك الله طيبين وبنين ومحمرين. هذاك العسل اللي ضفناهم كيجي فيهم هذا اللون، هذا اللون محمر ومذهب، كيجيو طيبين ومفشفشين، كيجيو ما شاء الله عليهم غزالين. كما كتشوفوا هنا شوم كي كيجيو ومقرمشين ورطبين رطبين رطبين بزاف، شتو كيجيو ما شاء الله عليهم غزالين ومفشفشين. هانتوما كتوركو عليهم، هانتوما كيطلعو معاكم، يعني كيجيو مفشفشين. وحتى ديك الزرعة والزريعة كتلصق فيهم، علاش أنا قلت ليكم علاش درت معاكم الطريقة ديال الماء والحليب، حتى الزريعة تتلصق. هانتوما واخا أنا كنهبطها بحال هكا ما كتهبطش، وتيجيو طيبين ما شاء الله عليهم. وهادو اللي درت ليهم الفورص من فوق، شتوهم حتى هما كيجيو، نتوما تيجيو منفوخين ومفشفشين، ما هبطتهمش بزاف باش يجوني هكا منفوخين، حيدتهم من اللاطا باش ما يعلقوش ليا. شتو كي كيجيو هادو ديال هذا ديال الخاله، شتو تاهي كي كتجي تيجيو مفشفشين وزويونين. نتمنوا تجربوا هاد الوصفه هذه وتنال اعجابكم، وما تنساوش تدعموني بلي لايك، واللي جديد في القناه ديالي دير ابوني وفعل الجرس. وكنتمنى تجربوا هاد الوصفه ديال هاد الخبز، تيجي تبارك الله غزال وراقي بزاف، توجدوه لوليداتكم للضياف ديالكم الفطور ولا هذا، وتقدروا تحتفظوا به حتى في المجمد، يعني ديروهم في بلاستيكات غذائيه وتدخلوهم المجمد، كيبقاو مده طويله وكيبقاو مفشفشين، ولا ديروهم في الثلاجه غزالين بحال كتشريهم من المخابز. هانتوما تتوجدوهم في البيت ديالكم وما كيتكلفوش عليكم بزاف، وحتى من الوقت ما كيشدوش ليكم اليد ولا الوقت بزاف، كيجيو غزالين وراقيين بزاف. وشكرا لكم، ما تنساوش لي لايك لي لايك لي لايك، تستناو بنيه الفيديو اخر ان شاء الله جديد.